ألف مبروك يا ست نال، ألف ألف مبروك. أنا أول ما عرفت جيت أبارك لك، أصل أنا فرحت لك. ما أنا عارفة إنك هتفرح يا واد. إيه اللي هفرح لك يا ست نال؟ ده أنا جبت خروف على حسابي ودبعته ووزعته على كل الغلابة والمساكين، قلت لهم ادعوا من قلبكم للست نال. لا شحن يا إبراهيم. الله، أنت لسه زعلانة مني ولا إيه؟ بالعكس، هزعل منك ليه؟ جاي ولاد، ما كنتش شفت الست شهرزاد وبقيت الست ليال. وحياتي الأخوية، أنت تستاهلي خير أكتر من اللي أنت فيه دوت 100 مرة. أنا أول ما شفتك قلت البنت دي مبختة، وبصراحة استخسرتك لنفسي. أصل أنا نتن وبجح وحمار. في دي صح. وجاي أصلح غلطتي، ومستعد يا ستي أنزل أجيب المأذون. المزور؟ لا، مأذون حقيقي، مأذون بجد صحيح، ونتجوز أنا وأنتي ونقعد في الكوشة وتقوم ترجع. قلت إيه؟ صحيح عايز تتجوزني يا ابراهيم؟ هو انا عايز؟ طب حاضر اجيب المأذون. تعال هنا. ايه؟ لما نخلص القديم الاول يا نادر. اضربيني اضربيني. ايه ده في ايه؟ عدوا وطبوا. تعالي يا حبيبي. ايه؟ تعالي يا حبيبي. ايه يا الناس كلها اتغيرت، بتعاملني باحترام وبتبوس ايدي لدرجة ان نسيت ان نعيمة الفقيرة الغلبانة، ونسيت ان ليالي اللي لازم تبيع جسمها عشان توصل. يا ترى هي الناس اللي اتغيرت ولا انا؟ حتى لو اتغيرت الناس المفروض تفضلي زي ما انتي. اوعى تنسي انك نعيمة البنت الفقيرة الغلبانة، لانك يوم ما تنسي اصلك وتصدقي الناس دي هتكون نهايتك. نهايتي؟ اوعي تعبدي الفلوس، لان الفلوس دي بتروح وتيجي، لكن اللي بيفضل عايش في الاخر هو ذكرى الانسان واعماله والكلمة الحلوة اللي ممكن تتقال عليه بعد ما يموت. انا مش عايزة اموت، انا عايزة اعيش، عايزة اتمتع بالدنيا. تعرف انا نفسي في ايه؟ نفسي اقضي عمري كله معاك. عموما المحامي قام بكل اجراءات انتقال الميراث ليكي. البركه فيك يا جلال، انا من غيرك مش عارفه كنت هعمل ايه. دي كل الاوراق اللي تثبت انك صاحبه الاملاك. ده يا ستي دفتر شيكات باسمك. هعمل بيه ايه؟ تعملي بيه ايه؟ يعني لما تعوزي فلوس او تحبي انك تدفعي فلوس لحد، تملي شيك من دول وتمضي هنا. امضي؟ ها؟ طب ممكن ابصم؟ لا طبعا مش ممكن تبصمي، لازم تمضي. ما انت عشان كده لازم تتعلمي في الاول ازاي تمضي. طب علمني. اولا لازم تبتدي تعلمي نفسك، ثانيا وده طبعا من غير ما تزعلي، مش كفايه بقى انك تزوري واحد عازم في شقته وتنظفيها له. اولا اللي بنضف له شقته ده حبيبي ونور عيني. متشكر. متشكر ايه؟ متشكر دي؟ انا عايز اسالك سؤال. اتفضلي. انت عمرك ما حبيت؟ ازاي بقى؟ حبيت طبعا حبيت، بس ما بانش عليا. ليه؟ بس هيبان هيبان قريب قوي، يعني تسمع عن نهاية قصة حب، نهايتها الجواز. ما تقولش نهاية، قول بداية. يا ناس يا ناس بقى، لما جالي العجل وهبقى ست ويبقى لي بيت واولاد وزوج تزعلوا؟ بدل ما تدوروا على مصلحتكم دوروا على رقاصة، البلد مليانة رقاصات احسن واحلى مني. طب الفرح بتاع بكرة يا مدام؟ رجال العربون ده كلام يا مدام ليال، دي العروسة طلباكي بالذات، والفرح من غيرك ميت، يعني بدل ما يبقى أنا هوان يبقى صبا. أنا بتاع صبا ليه يا شفيق؟ ما تخش في الموضوع، واحنا 30 بق ولازم ناكل يا مدام ليه. والفرح بتاع بكرة النقود فيه هينزل زي الرز. خلاص نروح الفرح ونلم النقود. ها؟
ونعتزل. قلت ايه يا مدام لال؟ موس. والله بقى الرأي رأي المدام والشورى شرط المدام. المدام موجودة أنا المتر موس واقف جنبها، المدام مسافرة أنا المتر موس وكأنها موجودة بالظبط. بس أنا ليا كلمة بيني وبين المدام، سيبي موس يتصرف شوية عشان أخلي المكسب 500%. الويسكي نحقنه بشاي مضروب بسبرتو، اللحمة جملي ونقول بتلو، الجمبري بتاكل قبل كده. مش الناس يعني؟ وهي الناس فاهمة حاجة؟ دي لا فاهمة ولا فايقة، أنت اللي لازم تفوق لنفسك. ديسكو. أمين ديسكو. عندك عقل الكلك. عند أربعة: باريس، لندن، تونس، زنجبار. هتفضل مبوس كده؟ انت ناسي انك جرحتي كرامتي امبارح بالليل؟ انا لما حبيتك وصممت ان انا اتجوزك كنت فاهم ان انا هتجوز واحده ست هتنسى تاريخ حياتها. لازم تعرفي انك مدام كريم، ومهما شربتي مش لازم تخرجي عن وعيك. انا اسفه يا كريم، انا فعلا زودتها شويه، دي اخر مره. انا ما احبش انك تعملي كده تاني. خلاص بقى يا كريم ننسى اللي حصل. ما اقدرش اوعدك، المسألة دي هتاخد مني شوية وقت. لحد امتى يعني؟ سيبيها لصرافة.
الو، مين بيتكلم؟ استاذ جلال، انا ليال. ليال، انا عايز اشوفك، عندي خبر يهمك تعرفه. وازاي المدام؟ المدام الحمد لله كويسه. خبر ايه بقى اللي عايزه تقوليه؟ ايه، مفيش حاجه جايه في السكه؟ لا يا فندم مفيش. ليه؟ معلش، لسه بدري، انا مستنياك. وهو كذلك. مع السلامه. مع السلامه. ليال. اهلا. اهلا يا ليال، الحمد لله على السلامه. اهلا يا استاذ جلال، اتفضل. اتفضلي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ايه، انبسطتي في الرحله؟ في الحقيقه انا كنت محتاجه لها قوي. الف الحمد لله على سلامتك. ورجعتي امتى؟ امبارح بالليل، بس قعدنا طول الليل في القسم. قسم البوليس؟ ليه؟ علشان عبده ديسكو لقوا معاه شنطه مهربات، وانا قلت ده سابق صحفي يهمك قوي انك تعرفه، خصوصا وانه كان صاحبك، وياما نشرت له اخبار كذب كتير. عارفه انا عمري ما نشرت اي خبر كذب. معلش معلش. اهلا اهلا يا كريم. الاستاذ كريم جوزي. الف مبروك، الله يبارك فيك. الاستاذ كريم رجل اعمال مشهور، الاستاذ جلال الصحفي. اهلا وسهلا، اهلا بيك. اتفضل. أنا وكريم اتقابلنا وأنا مسافرة في الطيارة، ورجعنا وإحنا متجوزين. ألف مبروك. أفتكر إن ده سبق صحفي يهمك تنشره. أنت عارفة أنا سبت الفن من زمان. وأنا كمان سبته، أصل كريم حبيبي بيغير عليا قوي. لا بس تأكدي إن هنشر خبر الجواز وخبر اعتزالك الفن. بس اذا سمحت مفيش داعي انك انت تقول اسمي، لاني مش من هواه الدعايه. لا طب استاذن انا بقى. فرصه سعيده استاذ جمال. فرصه سعيده يا فندم. فرصه سعيده. فرصه سعيده. لا انا هقتلك كل طلباتك. الماضي ده مش ملكي، لكن الحاضر والمستقبل ده ملكي. لازم تنسي الماضي خالص يا ليال، انت من هنا رايح حرم كريم حمدي، اوعي تنسي ده خالص. انت من دلوقتي بقيت حياتي ومستقبلي واملي كله.